معنا بباقة وردة الآن إلى النجمة العربية. هي ستأتي إلى تونس لاختتام مهرجان كارتاج. شخصيا بصراحة أعتقد أنها مشيت في زيارة قصيرة لمصر، مشيت على شهر طبعا، عندها أكثر من عام. على كل حال الهام جدا هي ما ضيعتش وقتها، نتيجة بتشوفوها الليلة. أنا سعيد جدا هذا المساء أن يستقبلها، دائما سعيد لكن أسعد هذا المساء ولو أنها تأخرت ساعة غير ربع على المجيء، لكن سعيد برشا لأنها أنجزت الكثير، عملت الكثير، وأصرت على أن تكون الانطلاقة بعمل تونسي لأول مرة نبثه لجمهور النظارة. حمل استقبلها لأنها اجتهدت لتونس، لسمعة تونس، الفنانة صوفيا صادق. Thank you.
مرحبا صوفيا. وعيش. مرحبا بك. كلمات لحبيب محنوش والحان نصر صمود. اي حبيت تبدا بالتونسي. معلش الجمهور اغنيه رد فعلكم على الاغنيه اللي سمعناها توا. قداش عندك صوفيا؟ عندي توا عام وثلاثة اشهر. انت مشيت على شهر. على شهر. طولت الرحله؟ طولت شويه. نعم. كل اول مره. كل حال احنا توا الليله باش نسهروا معاك. انا باش نسهر معاكم زاد. طبيعة الحال احنا قبل كان نستناو فيك. وين زاد؟ اعطيني موال تونسي بربي هكا جيت على بالي تو. موال تونسي. هاو عملته في الاغنيه. لا نحبوا نزيدوا نسمعوا موال تونسي. شو تحب موال تونسي؟ حاجه هكا. صليحه صليحه صليحه. قدمنا في النغمه بيدها نعمل موال. يا سايق النجع يا سايق النجع لواش هات العصا لن نسوق. حلفوا علي نذوقا وخايف خايف من نكدة العار وش ماتت العدوان في خاطر الجو التونسي. ريه تفضل جو التونسي. خلينا مش نقعدوا في ديكور تونسي. مش قدم لك هدية تو؟ انت عملت لنا موال مش قدم لك هدية. اللي كتب لك الاغنية هو حبيب المحنوش. لحبيب محنوش. بنت لحبيب محنوش تعتبر نجاحك فرحة. وغدوا برشا عائلات تستنى في السيزيام. والليلة الحلقة الختامية لسهرية على الفضائية. قلنا ان شاء الله ديما فرحين. هاي هدية لحبيب محنوش ليك أنت شخصيا بالذات صوفيا. نحب بعدنا سد. بنت سي لحبيب محنوش يسرى يلا. We'll be right back.
يعطيك الصحة يا يسر. ناشطة؟ ناشطة؟ صوفيا، يعني بصراحة لما شفتك تغني في حفلة السويس قلت صوفيا توا شو اللي يعرفها الشارع المصري، صحيح ولا مش صحيح؟ اي من الحفلة هذيك ولا يعني تسمى ميلادك الجماهيري وقتها الناس هي. ها توا الوسط الفني يعرف استدعاك قبل البليغ الله يرحمه، استدعاك المكاوي، برشا مناسبات تحركت مشيت لسوريا خاصة. انا اكيد انه يتفرج فينا توا ثم كابتن طياره سوري جاب لي بتكام تاع شريط اسمه سي الحسيني، كابتن حسيني قال لي بصراحه ما كانش عندي فكره على تونس. في يوم من الايام سمعت صوفيا تغني لام كلثوم فقلت تونس فيها اصوات جميله. اعتقد انك مشيت للشام سال سوريا، مشيت للاردن، مشيت للبنان، وبعد جات النقله اي مصر. يعني في نهايه الامر كي ايمان بحرون كلمتني من القاهره الصحفيه من اخبار الجمهوريه قالت لي نجيب شنو رايك لو كان نخرج للشارع المصري؟ قلت لها تو عندك الحق في تخرج للشارع المصري لاني اعتقد انه ميلاد صوفيا صدق وحصل، وهاي النتيجه نتاع الروبورتاج اللي اجرته ايمان بحرون في القاهره والسؤال عن صوفيا صدق. جينا للحسين نحب نسأله بكل تلقائية العائلات الموجودة هوني، أين صوفيا صادق من الشهرة؟ صوتها جميل جدا جدا وليها مستقبل باهر إن شاء الله، يعني هي أول ما نزلت الشهرة بتاعتها زادت، بس هو الشريط أساسا حلو، يعني الشريط بتاعها أساسا أول ما نزل اتسمع بدليل إن إحنا شغالين، يعني إحنا هنا بنوزع على 6 محلات جوه. طب حضرتك الست محلات شغالين والناس بتطلب، فلما نزل التلفزيون بقت الدعايه اكتر، الشهره زادت اكتر كمان. يعني صوتها قوي قوي، صوتها قوي، يعني يعتبر مثلا بالنسبه للناس دي كلها انجح الـ بالنسبه للكاسيت بتاعها. متهيألي صوت جديد، متهيألي اغاني جديده بتعيشك في الحاجه القديمه بالصوت بتاعها بالتلقائيه بتاعتها بدون اي مصاعب وبدون اي حاجه. فانا يعني عن نفسي بدون مجامله وبدون اي حاجه احنا حتى هنا في مصر مرتاح لها. الصوت والاداء بتفكرنا بالحاجات اللي احنا كنا محرومين منها من زمان. عجبتني قوي. وتمنيت ان هي تيجي في التلفزيون تاني. تعرف صوفيا؟ اعرف انها مطربه تونسيه وفرجت لها اغنيه كلمه في التلفزيون يعني عجبني صوتها جدا، صوتها قوي جدا ودي يمكن الميزه اللي تميزها عن بقيه المطربين. حضرتك اردني؟ اردني نعم، من عمان. كثير ناس بيحبوها في الاردن، بيحبوا يسمعوا لها كثير. سمعت لها شريط كان في اغاني ام كلثوم، اغنيه سيره الحب. بصراحه انا كنت اول مره اسمعها ما كناش نعرفها هنا في القاهره وكده، بس انا فوجئت بصوت فظيع قوي جدا جدا جدا، وما كنتش اتخيل ان هي بالجمال ده. وفعلا انا بحس انها فنانه صادقه، بحس ان هي بتختار الكلمه مش مجرد ان هي تطلع تغني وخلاص زي اللي احنا بنشوفهم اليومين دول. اهم ما يميزها ان هي بتجمع بين الاصاله والمعاصره. اغانيها اللي هي بتغنيها لام كلثوم كمان بتميز ان صوتها فعلا ممتاز او حنجرتها حلوه او ممتازه. فيعني انا مش عايز اقول انا بس المعجب، يعني حتى عندي اولاد الشباب، لان انا هعتبر ان انا كبير يعني عجوز بسمع ام كلثوم وعبد الحليم، دول المزاج عندي. انما لما سمعت الحقيقه صوفيا عجبتني قوي، حنجره الحمد لله ممتازه، ونتمنى انها تفضل على الخط ده على طول، ونتمنى ان احنا نشوفها دايما في التلفزيون المصري. انا لسه سامع قريب صراحه واحد صاحبي اللي اداني الشريط ده وقال لي خد اسمع صوفيا صادق، صوت حلو، صوتها جميل. هي كفنانة عجبتكم؟ هي كويسة فنانة، ميزتها تونس بصراحة بتخلق فنانات كويسين جدا، انفراد اللون وانفراد الأداء دي حاجة برضو تميزها. طالما بدأت بأم كلثوم صح يبقى هي صح كده هتمشي صح.